هذا وحقق المنتخب البحريني فوزا ثمينا على نظيره الأسترالي بنتيجة واحد مقابل صفر في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد روبينا في جولد كوست وجاءت المباراة ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ويامل المنتخب البحريني مواصله نتائجه الايجابيه في التصفيات حيث سيواجه نظيره الياباني في الجوله الثانيه من المجموعه الثالثه التي تضم ايضا منتخبات السعوديه واندونيسيا والصين